أعزائي المشاهدين، تحدثنا في الحلقة الفائتة عن ما آل إليه أمر العراق بعد تعرضه إلى الغزوات المتكررة بدءا من الاحتلال المغولي، فالاحتلال الجزائري، فالغزو التيموري، فاحتلال القبائل المتخلفة التي دخلت إليه، وأعني بها قبائل القرقويونلو والآقويونلو، وتجزأ السلطة في العراق بين ثلاثة قوى، في الأقل دولة الآقويونلو في منطقة الموصل وشمالي العراق، ودولة القرقويونلو في بغداد وأعمالها، ودولة الجزائريين في الجنوب. وقلنا بأن إن كانت هذه القوى أو هذه السلطات قد تمكنت من فرض سيادتها على مدن العراق الرئيسة وبعض نواحيه، إلا أن الشعب لم يلقي السلاح إطلاقا، لأننا نعرف أن في كل منطقة وصلها أولئك المحتلون كانت ثمة مقاومة حقيقية. في كردستان مثلا ذكرنا بأن محاولة الآقويونلو الاستيلاء على إمارة بهدنان، أولى الإمارات الكردية وأكبرها فيما بعد حقيقة، وكانت عاصمتها العمادية ومراكزها في دهوك وعقرة وزاخو ومناطق أخرى، محاولة الآقويونلو هذه باءت بالفشل تماما، بل أدى فشلهم في السيطرة على هذه المنطقة إلى بروز هذه المنطقة وتشكيلها إمارة قوية مرهوبة الجانب، هي إمارة بهدنان. وفي الجنوب أيضا تمكن القوى المحلية من قبيلة المنتفق أو تحالف قبائل المنتفق لو أردنا التعبير الدقيق، لأنه يعني كان هناك تحالف بين عدد كبير من القبائل العربية الصريحة في جنوب العراق ضد الجزائريين، وهكذا في وسط العراق، وهكذا. لا نحب أن نعيد ما ذكرناه، ولكن نؤكد على حقيقة أن المقاومة كانت حقيقية وكانت فعالة، ونجحت في إصعاد أسر من سكان البلاد، نسميها أسر وطنية بالنسبة إلى أنها تنتمي إلى هذا الوطن، إلى سدة الحكم، ومتحدية الوجود الأجنبي، الوجود يعني الوجود المحتلين في هذه البلاد. هذه القوى حقيقة تعرضت، هي أيضا أقصد بهذه القوى، القوى الاحتلال، تعرضت إلى تحديات خارجية هي أيضا، يعني كانت هناك تحدي داخلي تمثل بالزعامات، ظهور الزعامات الوطنية في العراق، وهناك تحدي خارجي تمثل بظهور دولتين قويتين على أطرافه الشرقية والشمالية. أما الأطراف الشرقية فكانت الدولة الصفوية، وأما في أطرافه الشمالية فكانت الدولة العثمانية. يعني العراق دخل في معترك جديد هذه المرة بين دولتين تأسسا في خارج حدوده، وحاولت كل دولة أن تمد نفوذها وسيطرتها على مقدراته. الدولة الصفوية كما نعلم كانت في البدء طريقة صوفية، لم تكن دولة يعني دولة سياسة وحكم، وإنما كانت طريقة صوفية تزعمها أو أسسها رجل من يعني من الصوفية يدعى جنيد، ثم ظهر من أحفاده إسماعيل، وإسماعيل هذا هو الذي حول الطريقة الصوفية التي نشأت في منطقة أردبيل في شرق إيران إلى دولة، وتحول أتباعها من الصوفية الذين التفوا حول هذه الطريقة إلى جيش، والتفت حول هذا الجيش القبائل الساندة لهذه الزعامة، فتأسست دولة عرفت بالدولة الصفوية نسبة إلى الطريقة الصفوية التي مهدت لظهورها. وأعلن زعيم هذه الطريقة وهو إسماعيل نفسه شاهن، فعرف بالشاه إسماعيل، وتقدم باتجاه شمالي العراق حقيقة في محاولة لضرب أعدائه التاريخيين، وهي دولة الآقويونلو،
يعني كان ثم صراع بين هذه الزعامة الناشئة وبين دولة الأقوينلو التي كانت تحكم بلاده وتحكم منطقة تمتد إلى ديار بكر، يعني جنوب تركيا الحالية. واستطاع في معركة تعرف بمعركة شارور في قرب مدينة نخجوان في هناك في شمالي إيران أن يحرز نصرا مهما على الأقوينلو. وبعد هذا النصر انطلق وتوسع باتجاه العراق، فدخل بغداد ومؤسسا لفترة حكم جديدة عرفت بالعهد الصفوي. حقيقة معلوماتنا عن فترة الحكم الصفوي في العراق في هذه الفترة قليلة لعدم أو لقلة الوثائق التي يعني تخلفت عن هذه الفترة، يعني ثمة وثائق قليلة على قدر معرفتنا تكشف طبيعة الإدارة، ولكن نقول بأن الصفويون قسموا العراق هم أيضا كما فعل المغول من قبل والدول الأخرى إلى وحدات إدارية، لكن كل وحدة كانت ترتبط بالعاصمة الصفوية يعني بتبريز وليس ببغداد. فقدت بغداد بالتالي شيئا مهما من أهميتها ومكانتها، وأصبحت هذه الوحدات ترتبط كمقاطعات بالدولة المحتلة. ومعلوماتنا عن تفاصيل أخرى حقيقة ناقصة إلى حد كبير، ولكن نستطيع أن نقول أن الصفويين أدركوا لما لبغداد من أهمية بالنسبة إلى البلاد التي فتحوها، فأقاموا حاكما عليها سموه بخليفة الخلفاء، كأنهم أرادوا القول بأن إذا كانت الخلافة العباسية قد انقضت فهم سيرثون هذه الخلافة. يعني اتخذوا أحد جنودهم، أحد ضباطهم، اتخذوه حاكما وأعطوه هذا اللقب الكبير، يعني خاتم أو خادم الخلفاء أو خليفة الخلفاء. الفترة الصفوية حقيقة كانت فترة على العموم مضطربة، لأن الأوضاع يعني كانت غير مستقرة، وكان الطابع العسكري هو الغالب على تاريخ العراق في هذه الفترة. دخول إسماعيل الصفوي إلى العراق غير تغييرات مهمة في طبيعة التوازنات العسكرية في داخله وفي خارجه أيضا. أما في الداخل فبعض القوى يعني خاصة إمارة بهدنان التي كانت تخوض صراعا مع الأقوينلو وجدت نفسها تصطف إلى جانبه، يعني إلى جانب هذه الدولة، لأن جمع بينهما الخطر المشترك، خطر الأقوينلو تلك القبائل العسكرية التي هددت وجود إمارة بهدنان في أول عهدها. لكن هذه القوى وبعض الزعامات الكردية أيضا فعلت هذا، ولكن بعد حين نجد أن هذه الزعامات تنحاز إلى ضد هذه الدولة حقيقة بسبب سياسة العنف التي والاضطهاد التي اتخذها الشاه إسماعيل إزاء تلك القوى المحلية، يعني ألغى كل الزعامات الكردية الموجودة واستبدلها بقادة من جيشه، وفرض حكما عسكريا على البلاد. وصول الشاه إسماعيل إلى العراق دق جرس الإنذار كما يقال في دولة كانت تراقب ما يجري في العراق آنذاك، وهي الدولة العثمانية. في البدء العثمانيون لم يأبهوا كثيرا لسقوط دولة الأقوينلو، بل بعثوا التهاني إلى الشاه إسماعيل يهنئونه بما أحرزه من انتصار على هذه الدولة. هم يعني الله خلصهم من هذه الدولة الأقوينلو. ولكن فيما بعد مباشرة أدركوا أن الامتداد للشاه إسماعيل باتجاه الغرب، يعني باتجاه العراق ومنطقة الجزيرة، سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المستوى العسكري، لأن دولة الأقوينلو كانت تحكم منطقة ديار بكر، ووصول الشاه إسماعيل إلى منطقة ديار بكر سيؤدي إلى انفتاح الطرق أمامه إلى قلب الأناضول،
وهذا وحده سيشكل خطرا حقيقيا يهدد الدولة، ربما سيهدد الدولة العثمانية كما هددها تيمور من قبل، وكما هددها القوى الانفصالية التي حدثت في شرق البلاد. فمن هنا يعني اتخذ السلطان سليم الأول، السلطان العثماني سليم الأول، اتخذ قراره السريع لضرب الدولة الصفوية في عقر دارها وتخليص العراق من هيمنتها، ولا سيما منطقة ديار بكر، هذه المنطقة المهمة والحساسة جدا بالنسبة للدولة العثمانية. انطلق السلطان سليم الأول في بجيشه، وكان يسمى الصاعقة، يلدرم كان يسمى، عفوا، أبوه بايزيد كان يعرف بيلدرم بايزيد، كان يعرف السلطان سليم بياووس سليم، يعني سليم الصاعقة، لسرعته في اتخاذ قراراته وتنفيذ هذه القرارات. فانطلق بجيشه إلى منطقة في شمالي تبريز تعرف بتشالديران، وهناك دارت معركة كبيرة ومهمة بين الجيش الانكشاري العثماني وبين جيش الشاه إسماعيل المؤلف من اتحاد مجموعة من القبائل التركمانية وغيرها من القبائل. دارت معركة كبيرة هناك في تشالديران، فانتصرت المدفعية والجيش العثماني على القوات الصفوية، وجرح الشاه نفسه، ويعني تم الاستيلاء على مقر قيادته، وتقدم السلطان سليم فأخذ المنطقة الغربية من إيران وضمها إلى الدولة العثمانية، وتم القضاء على النفوذ الصفوي في منطقة ديار بكر الذي كان ينذر في نظر العثمانيين بخطر مستطير إذا ما تمكن الصفويون من تثبيت وجودهم في هذه المناطق القريبة من جسم الدولة في قلب الأناضول. الفترة ما بين يعني دخول السلطان، دخول شاه إسماعيل العراق، ومجيء السلطان سليم الأول إلى مناطق ديار بكر وإلى منطقة شمال إيران، كانت فترة قلقة في العراق بالتأكيد، لأن لم يكن أحد يعرف لمن سيكون النصر في هذا الصراع. وحتى كان هناك مثل معروف في العراق بين العجم والروم، بل وابتلينا، يعني كان العراق قد أصبح نهبا بين دولتين لا يعرف أحد مطامع كل دولة فيه. على أي حال، كان حملة السلطان سليم نجحت في أمر مهم، وهي يعني دفع الصفويين عن مناطق شمالي العراق، لأن القوى الكردية التي ساند بعضها حقيقة، خاصة أمراء بهدنان، الدولة الصفوية في صراعها ضد الأقويونلو، انحازوا مرة واحدة إلى الدولة العثمانية. وكان يعني الممهد والمخطط لهذا التحالف الجديد مع الدولة العثمانية هو شرف خان البدليسي، يعني حاكم بدليس الكردي. هذا الأمير كان بعيد النظر وأدرك أنه لا مجال للإمارة الكردية أن تقف محايدة بين دولتين متعاديتين إلى هذا الحد، وأن وقوفها مع الدولة الصفوية لم يكن يجدي، لأن الصفويون قريبون وهم يطمحون إلى مد سيطرتهم العسكرية وفرض احتلال عسكري حقيقي على بلادهم، في حين لو انحازوا إلى الدولة العثمانية سيحافظون على نوع من استقلالهم عن هذه الدولة، نوع من الاستقلال الذاتي عن هذه الدولة. وبالتالي تمكن إدريس، والله أنا ذكرت يمكن شرف خان، هو الصحيح، إدريس البدليسي
شرف خان من نفس مدينته، وكان مؤرخا عظيما، كتب كتابا مهما وهو شرف نامه، ولكن سابقه إدريس البدليسي هو الذي كان قد خطط لهذا التحالف الجديد، وانحازت الإمارات الكردية دفعة واحدة إلى جانب الدولة العثمانية، واستطاع قادة الجيش العثماني دخول الموصل وتخليصها من الوجود الصفوي. وولاية الموصل في ذلك العصر كانت تمتد حتى تكريت، يعني حتى منطقة قريبة من بغداد، يعني ثلث العراق الشمالي تخلص تماما من السيطرة الصفوية ودخل في السيطرة العثمانية. احترم العثمانيون الوجود الكردي أو الإمارات الكردية في شمالي بلاد وادي الرافدين في كردستان، احترموا هذه الإمارات، والمؤرخون يعني يتحدثون عن اتفاق عقد بين السلطان سليم الأول وبين أمراء الكرد في هذه المناطق، كل يعني يعترف للآخر ببعض الامتيازات. أما الدولة العثمانية فكانت قد اكتفت بأن تحصل على دعم عسكري وولاء مطلق من هذه الإمارات لها، دعم عسكري يقدمه أمراء الكرد إلى الدولة كلما خاض صراعا مع الدولة الصفوية أو أي دولة ستظهر في الساحة في المشرق الإسلامي أو في الساحة في الهضبة الإيرانية، وحتى تكون حاجزا قويا يمنع أي تقدم لأي قوة من هذه الهضبة، من الهضبة الإيرانية باتجاه الدولة العثمانية، دولة حاجزة يعني أو إمارات حاجزة تمنع مثل هذا التقدم. والإمارات الكردية كانت مقابل ما تقدمه من دعم كان لها أن تحافظ على شيء من استقلالها، وبالحقيقة على استقلالها الفعلي عدا هذا الشرط الذي العسكري الذي ذكرنا، يعني كانت تمارس حكمها في بلادها ولها أسرها الحاكمة التي يتولى أمراؤها الحكم واحدا تلو الآخر، ولا يعني ويتمتع كل منهم باستقلال ناجز عن الدولة العثمانية، إلا أن الدولة العثمانية تقر أولئك الأمراء إذا ما تم اختيارهم وفق القاعدة الوراثة في تلك الإمارات، يعني الحكم الداخلي أصبح لتلك الإمارات، وتقديم الدعم العسكري كان واجبها للدولة العثمانية، تقديمه للدولة العثمانية. كان هناك نوع من التوازن إذن الذي تمثل بهذا التحالف، حتى هذا التحالف يسمى معاهدة، بعض المؤرخين المحدثين يعني يسميها معاهدة إدريس السلطان العثماني، تحالف العثمانيين مع إدريس ممثلا للولايات أو للمناطق الكردية. على أي حال، إن كانت هناك اتفاقية مكتوبة أو لم تكن، كان الأمر واضحا تماما كما وضحته يعني العهود التالية، الحوادث في العهود التالية. كان الأمير بهدينان وهو أمير أكبر الإمارات الكردية، بل هي الإمارة الوحيدة كانت في القرن العاشر للهجرة في كردستان، كان هذا الأمير يقدم الدعم كلما أراد السلطان سليمان القانوني أو سليم الثاني، كلما أراد دعما يقدم هذا الأمير جنوده لتحقيق ما تريده الدولة. وحقيقة قامت هذه الإمارة بيعني مهام عجيبة في هذه الدولة، مثلا حينما قامت حركة انفصالية في مناطق الأهوار، تقدم الأمير السلطان وكان يعرف بالسلطان حسين الولي بجيشه لضرب تلك المحاولة. حينما كانت تحدث محاولات انفصالية في أي منطقة في شرق الدولة العثمانية، كان الأمراء الكرد يؤدون دورا مهما في ضرب تلك المحاولات
الانفصالية. حينما أراد السلطان سليم الثاني إرسال حملة بحرية كبيرة لتحرير قبرص، جزيرة قبرص، من هيمنة وسيطرة القوى الصليبية التي كانت من أمراء من جمهورية البندقية والقوى المتحالفة معها في قبرص، لم يجد السلطان من يستعين به إلا أمير بهدينان، السلطان حسين الولي أمير بهدينان، وأراد أن يعني يجهزه بعدد كبير من المقاتلين الكرد الشجعان كما تقول الوثائق العثمانية. ونجح فعلا هذا الأمير بإرسال عدد قدر ب100,000، وهو رقم كبير على أي حال، لا ندري بالضبط دقة هذا الرقم، ولكنه أرسل قوات برية تمكنت من أن تتحول إلى قوات بحرية خلال وقت قصير. يعني لا ندري كيف استطاع أولئك الذين لم يروا بحرا في حياتهم أن يستقلوا عددا كبيرا من السفن ويقوموا بتحرير قبرص من تلك القوى التي كانت تقطع الطرق البحرية في شرق البحر المتوسط. أدت هذه الإمارات إذن أدوارا مهمة، وسنكمل الحديث في حلقة المقبلة إن شاء الله.